الأخير من القاهرة والناس، نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. الرئيس يشدد على تنفيذ المحطة النووية وفق الجدول الزمني. وثيقة تجنيد المخابرات الأمريكية لمورسي في الجنايات. أبو مازن لا مكان لواشنطن في العملية السياسية بالمنطقة. جميلة روسيا سأرد الجميل للمصريين في كأس العالم. وإليكم تفاصيل النشرة. تنفيذ محطة الضبعة وفق الجدول الزمني المحدد، هذا ما شدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع وزاري مصغر مع مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس الحكومة، حيث استعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الخطوات التنفيذية وفق ما تم الاتفاق عليه مع الجانب الروسي خلال الزيارة الأخيرة للرئيس بوتين، التي شهدت التوقيع على وثيقة بدء إشارة التنفيذ، فيما قدم عمرو الجرحي وزير المالية عرضاً بشأن كيفية سداد مصر لحصتها المالية من التكاليف الإجمالية للمشروع وسبل توفيرها. على جانب آخر، استعرض مدبولي خطة الحكومة الشاملة للتنمية في سيناء التي تهدف إلى إنشاء العديد من المشروعات القومية واستغلال الفرص الاستثمارية بما يساهم في توفير فرص العمل وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. الكشف عن وثيقة تجنيد المخابرات الأمريكية لمرسي. فقد فضت محكمة جناية القاهرة الأحراز في إعادة محاكمة المعزول محمد مرسي و23 متهما من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية يتقدمهم المرشد العام للجماعة محمد بديع في قضية التخابر مع حماس ومع منظمات أجنبية. وضمت الأحراز وثيقة تثبت تجنيد المخابرات الأمريكية للمعزول محمد مرسي وحلفه يمين الولاء لها عام 1986، حيث جاءت ضمن الأحراز الوثيقة رقم 15 بعنوان المخابرات المركزية الأمريكية الكربون الأسود، وتحمل عنوان آخر العميل محمد مرسي، المكان الولايات المتحدة الأمريكية، الهدف اغتيال عبد القادر حلمي. وجاء في الوثيقة إن العالم عبد القادر حلمي دكتور مهندس مصري كان يعمل في شركة دفاعية بولاية كاليفورنيا، وأسهم في شحن 450 رطل من مادة الكربون الأسود إلى مصر. وفي هذا التوقيت كان محمد مرسي صديقا لعبد القادر حلمي، ويعمل في برنامج محركات الفضاء في وكالة ناسا، وحماية الوكالة من الاختراق المخابراتي من روسيا والصين. وقد حصل مرسي على بطاقة الرقم القومي الأمريكية وأقسم يمين الولاء للولايات المتحدة قبل أن يتم اعتماده لدخول ناسا، وتم منحه تصريح أمني من فئة A ما صرح له الدخول معامل الدفع والنفاذ في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وقد وشى محمد مرسي بالعالم المصري. تمويل أكثر من مليوني مشروع صغير بستة مليارات ومائة مليون جنيه، هذا ما كشف عنه الدكتور عبد الحميد محمد ممثل وزارة الاستثمار في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الشركات المساهمة وذات التوصية بالأسهم وذات المسؤولية المحدودة، موضحا أن 95% من هذه المشروعات كلها خاصة بأفراد وبدأوا بالتدريج في الانضمام للاقتصاد الرسمي ويسعون للتحول إلى أشخاص اعتباريين. انتفاضة القدس مستمرة، فقد تجددت المواجهات في بيت لحم بين المتظاهرين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إليها. هذا ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار بإلغاء قرار ترامب قائلا في كلمته أمام القمة الإسلامية الطارئة حول القدس إن الولايات المتحدة لا يكون لها دور في العملية السياسية بعد الآن لأنها منحازة كل الانحياز لإسرائيل، مشيرا إلى أن الفلسطينيين قد ينسحبون من عضوية المنظمات الدولية بسبب القرار الأمريكي بشأن القدس. سأرد الجميل للمصريين في كأس العالم، هكذا عبرت فيكتوريا لوبيروفا ملكة جمال روسيا السابقة عن سعادتها بحفوة الاستقبال التي حظيت بها في مصر. وكتبت لوبيروفا عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة تويتر: خلال إقامتي القصيرة في القاهرة حرص كل من استضافني بأن أحظى بتجربة لا تنسى، فقد جعلتموني أشعر بأني ضيفة مميزة. وكانت فيكتوريا ملكة جمال روسيا وسفيرة كأس العالم قد حضرت الاحتفالية الرسمية بأحد فنادق القاهرة في حضور باسكال بورتيه رئيس تنفيذي لشركة ماتش هوسبيتاليتي المسؤول عن تذاكر مباريات الفي آي بي من قبل الفيفا. نشرتنا انتهت، إلى اللقاء في نشرة أخرى بإذن الله.